أقول أبو سالم، صار على ولدك تخرج ولا بعده؟ أبو سالم. هلا هلا. هلا فيك والله. أقول صار على ولدك، كنا امتحانات كان، تخرج ولا بعده؟ أي أنا زين، أنا زين زين. شنو أنت زين؟ ما قصدي أنت، أنا قصدي ولدك تخرج ولا ما تخرج؟ لا أموره طيبة طيبة. يلا زين الحمد لله، العالم كلها تحاتي مساكينها طلبة وامتحانات وقصتهم قصة، ودشينا على الصيف والجو حار، ولا ايش رايك؟ الجو حار ولا مو حار؟ لا زين زين. الجو زين؟ سولف وياك ما راح نخلص. صدق عاد ما حد فاهمني كثرك انت. الله يسلمك حبيبي والله. وانت كل ما اشكي همومي لك انت الوحيد اللي تسمعني. الله بعد قلبي والله. انت احسن حمار في الدنيا. ها؟ شلون؟ شيال. والله للأمانة الظاهرة هذه انتشرت وايد، مو بس بالديوانية، يعني حتى لما نقعد في القهوة ولا نقعد في زوارة معينة شوف ان الكل بيد التليفون. يعني المفروض انه على الأقل خصص ساعة ولا ساعتين من وقتك اليوم كامل حق التليفون. عادة سيئة قمنا نشوفها في يعني اغلب الدواوين، اغلب حتى الجامعات لها، حتى قعدات البيوت. شعوري اني اكون مضايق بس ما تقدر تطبق كلمتك او تفرض كلمتك على الكل موجودين. اتضايق من هذا الوضع لان احنا جايين بالديوانية مو عشان جاب تليفوناتنا، قاعدين بالزوارة مو عشان جاب التليفونات. التليفون هذا قام يلغي خلينا نقول العادات الاجتماعية اللي قاعد تصير، الحوارات الاجتماعية اللي انت تبي تسولف فيها مع الناس. والله حاليا انت تقدر تقول صارت تأدية واجب. انت داخل عالم وهمي قاعد تكلم ناس، لكن دائما الاولى انت تكون قاعد معاهم. لاحقين على التليفون، لاحقين على وسائل التواصل الاجتماعي. تويتر ما يخلص، شغال على طول، الواتساب ما يخلص، فانت دائما ما تبي اي شيء يطوفك. تنصحهم مرة مرتين، رضوا ورضوا، ما رضوا بعد نستسلم الأمر الواقع. لا لا ما أعتبره مرض نفسي، لا، لكن يعني هوس قام يحوش الناس. صار العيد بالتليفون، عيدكم مبارك وخلاص. حتى الأعراس وحتى العزيات، يعني هذه واجب. أنت لما واحد يكون مثلا من أهلك أو من ربعك واجب عليك أنك تروح تعزيه أو حتى أنك تروح تبارك له. الحين صار مجرد مسج بالواتساب أو مسج بالتليفون ومع السلامة.